ابني عنده 13 سنة، ظهرت عليه علامات البلوغ ولكنه لم يحتلم، هل كده يعتبر بالغ؟ يعني لا ممكن اعمل له عمره؟ لا لا لا، لم ما تعمل له عمره، ممكن تعمل له حتى لو لم يبلغ، لكن الان هل تجري عليه التكاليف؟ هل تجري عليه التكاليف الشرعيه؟ لا تجري. لا يعني هل يجري عليه القلم؟ لا يجري عليه القلم ما دام لم يبلغ. جزاكم الله خير، الله يسلمك.